هي البنت اليابانية اللي مو كتير مبينة هي اللي كفت الشقرة شوي، هي عندها هون أبوها عامل مطعم من 25 سنة، وهون والدتها عاملة جالوري من 20 سنة، وهلأ هي عملت مطعم، هي عملت كافيه من 10 سنين، كافيه من 10 سنين هي الكافيه. طبعا أجيكم إياها من جوا، هي قطقوط، هذه قطقوط، هي الكافيه الجميلة، تفرجوا. هلا هدول لو كانوا عائلة عنا بسوريا، الأم والأب والبنت عملوا هذا المشروع، شو كان صار؟ هيك بدهم يعملوه بشكل مستقل. أنا ما حاول شيء، يعني ما حاحكي شيء، وأنا رايح ولا حدا يعمل لا لايك ولا سبسكرايب ولا شير للفيديو. بابا أنا برا إيه عن جد، لو هي قررت تعمل هي وعيلتها عنا بسوريا الأسد هيك شغلات، شو كانوا عملوا معها؟ كان فات رامي مخلوف بالأسهم بنسبة 100% ربح. تفرجوا لك، الله لا يوفقك اللي ببالي، الله لا يوفقك يلي ببالي. بس محمد كتير المكان خطير هون، يعني مو خطير، تحسه غابي، بأي لحظة ممكن يطلع أسد، ممكن يطلع أسد بأي لحظة. أسد بشار أسد يعني؟ صح، الحيوان الأسد فجأة. هي البنت اللي عملته، هي صاحبة الكافيه اللي هي وعائلتها أسسوا له مشروع جميل بدون موافقات من علي دوبا. بدون علي دوبا ما يوافق. ايه يا وطن، كم خوزاء في هذا الوطن البائس.